سي ابارتير دو لا محمد. يعني الاتحاديات السابقه تحملوا مسؤوليه كبرى ايضا بن شرقي. بزاف بزاف. انا عطيتك الميور اكزومبل في الدراسه ما تدخلش. كل بعض قال بن شيخ بان الاتحاديات السابقه او رؤساء الاتحاديات لم يستطيعوا ان يتحدثوا حتى مع جمال بالماضي لان الرجل كان محمي من بعض السلطات العليا في البلاد. ايه من بعد؟ يا اخي كاين رجوليه. نحط انا لا ديميسيون تاعي، انا نروح ما نقعدش، انا ولا يقولوا لي لازم هذا يقعد وانت تيوبي كومان توتو، انا نقول لهم نو يا اخي، انا نقول لهم سمحوا لي ما ننجملهاش هذه المهنه، انا نروح شوفوا واحد، شوفوا واحد اللي دوسيل جيبوه، انا ما نقبلش، ما نقولهمش ما قبلش، لان ممكن سي 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 دي كاش يقولوا سي سي دي كومي دي ليطا، كاين كل واحد وين شركه. قال خويا انا ما نجيبش لهذه الخدمه، من فضلكم خليوني نروح. روحوا ماشي تقولوا تقعدوا وتجيو حنا رئيس اتحاديه وما تحكم والو، ريح عيب، سي تينونت عيب. والناس اللي دارت هاد الشيء هذا ما لازمش تدخل روحها في السبور، ما لازمش تدخل روحها في الفوتبول، تخلي الناس تاع الفوتبول يدخل هما اللي يخططوا ويخموا، ثم عاونوهم باش ينجحوا في البروجي هذايا. نعم. من بعد سي ان تريك بوليتيك ولا حاجه كي تتدخل وي، لان البلاد قبل كل شيء. انت في دراسه ما تكزيستيش قاعدتك انت تقول لي كاين علاش ولات هذا الشيء، وما ندخلوش في واحد الحوايج اللي شكون اللي رجع هذا الشيء، الناس ولاو غوال، شكون كاين اللي رجعوا مغوال، اللي رجعوا مغوال. نعم. أعود إليك يزيد وهيب، وما حدث في مباراة الأمس، نبدأ بصفرة النهاية والغضب الكبير لأنصار المنتخب الوطني الجزائري الذين حصروا الفندق الذي لا يبعد إلا ببعض أمتار عن الملعب، وحاولوا اقتحام الفندق لولا تدخل الأمن الإيفواري من أجل تفريقتهم، ومع ذلك لم يغادروا وجلسوا وطالبوا بلقاء رئيس الفاف، وطالبوا كان مطلبهم الأول هو إقالة جمال بالماضي أو رحيل جمال بالماضي. يعني كيف تفسر لنا حدوث مثل هذه الأشياء بهذه السرعة الكبيرة؟ هل هو ذاك الغضب؟ هل هو الأدريلانين؟ هل وصلنا إلى نقطة النهاية؟ هل كان يجب مثلا على الناخب الوطني أن يقابل هو الأنصار ولا يترك صادي في فم الأسد؟ شاهدنا يعني هيجان من الأنصار على وليد صادي، والرجل للأمانة لا يتحمل أي جزء من هذا الإقصاء، جاء منذ فترة بسيطة ووفر كل شيء لهذا المنتخب، تربص على مستوى في طوغو، طائرة خاصة من الجزائر لطوغو، طائرة خاصة من طوغو إلى كوت ديفوار، فندق بأكمله، معدات، الأمور اللوجستية كلها في المستوى. يعني فسرنا ماذا حدث وما هي قراءتك للأحداث؟ شوف محمد، أنا نبدأ من الأخر. قلت باللي الفريق الوطني إمكانيات، طائرة، أوتيل منا، سفرية منا، كلش كل أمور كانت مضبوطة موجودة. أنا راني كونتر اللي يقولوا باللي هاد الإقصاء تاع البارح سي المرض ولا حاجة، مش حاجة تاع الفوتبول الجيريان. الفوتبول الجيريان بريء، لأن الفوتبول الجيريان راه يموت سنوات، هو يقتل فوتبول الجيريان. اليوم انهزام كيما هذا تاع الفريق الوطني والإقصاء تاعو ما تربطوش مع كرة القدم الجزائرية. الجيريان بريء، لان الفوتبول الجيريان راه يموت سنوات، هو يقتل فوتبول الجيريان. اليوم انهزام كيما هذا تاع الفريق الوطني والاقصى تاعو ما تربطوش مع كره القدم الجزائريه. ليكيب ناسيونال سي اون برينسيبوتي في اون ريبوبليك، الفوتبول ايتان تو، ليكيب ناسيونال سي هي السومي تاع الفوتبول، ليماناسيون تاع الفوتبول. ليكيب ناسيونال ني با ليماناسيون دي فوتبول الجيريا. يقولوا البارح ميم في القنوات الاجنبيه يقولوا الفوتبول الجيريا، نو سي با الفوتبول الجيريا. الفوتبول الجيريا الا ايتي ابوندوني ا سون تريست سور دوبي واحد 3 ديكاد، ابوندوناه الفوتبول الجيريا. اليوم اللي دار هذه النتيجه هذه، الناس اللي داروها هما يتحملوها، ما تدخلوش الفوتبول. الفوتبول راه ديجا راه مهمش، الفوتبول راه مهمش. سمع انت، نوادي ما عندهمش دراهم باش يونجاجيو، نوادي ما عندهمش لي موايان باش يكيبيو لي زاتليت تاعهم،
نوادي ما يقدروش يوكلوا لي جون تاعهم يعطوهم امكانيات باش يلعبوا. الفريق الوطني راهي في القمه تاع القمم. الوغ هذا الانهزام والاقصاء خلوا غير الفريق الوطني والاتحاديه. يعني هناك فصل بين المنتخب الوطني والكره الجزائريه. انا ما نقبلش يقول واحد يقول هذا سي الفوتبول الجزائري. نو الفوتبول الجزائري رايتي اباندوني رموه. الفوتبول الجزائري رموه ما يديروا والو باش يعاونوه. سي الفوتبول الاوروبي باش يطلع صح هنا ما يقولوش الفوتبول الجزائري. الفوتبول الجزائري مسكين الى بارت خلاص راح. الفوتبول الجزائري ما بقاش كونت دي كلوب اليوم سون تونديتي وما يقدروش. المنتخب الوطني ماذا يمثل؟ انا ليا الفريق الوطني ما يمثلش الكره الجزائريه. انا نقول لك ليا هذا رايي ما يمثلش. لان واش يقولوا؟ يقولوا ليكيب ناسيونال سي ليماناسيون تاع الفوتبول تاعك. لا انت تحس باللي ليكيب ناسيونال هي تمثل الفوتبول تاعك. سي الفوتبول تاعك راهي مول وراهي مد لاعبين. ما كاش. علاه ما كاش؟ علاه ما كاش؟ لان ما كاش سياسه، ما كاش استراتيجيه. كما قال لك علي قبيله عيطوا له الو اسمع تحب تكون بريزيدون فيدراسيون يجي انا عم يقول ايه ديروا تما وخليه يدير واش يدير واش حب. نو اليوم هذا انا فاش متخوف ماشي من هذه الهزيمه تاع النكره تاع البارح ولا تاع العام اللي فات ولا العام اللي فات. انا خايف باللي راح تدوم هذه السياسه هذه راح تدوم حاجه ما راح يتغير. هاي بالخف نجيبوا ان اونترينور جيبوا بالخف ان اونترينور نعاودوا الكار يعاود يديماري. نو اليوم لازم من بروفوند ريفليكسيون سور لو فوتبول الجيريا. تخليش انت حتى نهار تجي كارثه. هنا باينه قلناها في البلاطوات واش راح يسلك الفوتبول الجيريا؟ سي لي تروماتيزم. الله ينجينا لي تروماتيزم. تعرف شنو التروماتيزم؟ الضربات القويه غير هذوك اللي يقدروا يسلكوا الفوتبول الجيريا باش الناس يداركوا بعد الاقصاء تاع البارح. الناس زعفوا شفت الصور ما نهضروش على هنا الناس اللي هم في البلاد. ولكن الناس اللي راحوا تبعوا الفريق الوطني غضبوا زعفوا رجال ويبكوا تما في الخارج يجريوا يقولوا علاه خدعتونا نحيوا هذا ونحيوا هذا. علاه؟ حبهم للكرة القدم حبهم للفريق الوطني حبهم للوطن خلاهم يروحوا بلد اجنبي يروحوا باش يازروا الفريق الوطني. ولكن هذه الاستراتيجي هذه ما عندهاش مخرج ما عندهاش مخرج. محمد كان مثال نقولوا باللغه الفرنسيه تسمح لي وسمحوا لي المتفرجين لان ماشي متمكن في الأب. يقول لك لي زالي دو بارادي هذوك رواق تاع الجنه. معبدين معبدين سون بافي كران تاع الجماجم تاع لي بريت كي سو كروي تي رومبلاسابل كي سو كروي تي رومبلاسابل. الفوتبول الجيريان مالوريزمون دخل في هذا النفق هذايا تاع حسب الناس. إلا ما كانوش الكرة الجزائرية والفريق الوطني ما يقدرش ينجح. لا، والقاعدة أساسية في كرة القدم عمرك لا تعطي مفتاح لشخص واحد. إلا كان رئيس اتحادية إلا كان رئيس نادي ولا كان كابيتان ديكيب عمرك لا تعطي له مفتاح لشخص واحد. لأن هذه كرة القدم لازم تكون مشاورة هكذا الناس يتشاوروا تكون شورى بيناتهم. اللي واحد يقدر يغلط في الاختيارات كرئيس اتحاديه كرئيس نادي مدرب يقدر يغلط عنده المساعدين تاعو كابيتان ديكيب يقدر يغلط ياثر على المدرب ولا على الناخب. كيكونوا الناس يتشاوروا يعاودوا يعدلوا الكفه. احنا هنا امنا في السنوات الاخيره بلي كاين المهدي المنتظر. هاي وراهي النتيجه. انا ما نردش على بالماضي هو المسؤول. هو مسؤول ولكن المسؤولية تاعو محدودة في نطاق المهمة تاعو. ممكن ما عندوش هو المستوى اللي عطاوه هنا في الجزائر قال أحسن ناخب في العالم. لا راه بعيد مازال ما كملش التكوين تاعو. نشوفوا لي ماتش هذوما اللي يلعبوا يا أخي الصورة اللي كان يمدها في فلاتوش ماشي من باب البون. لا يعني احنا ما قريناش لا بسيكولوجي ما عندنا ما درناش التدريب ولا ولكن قولوا سمعنا ويقولوا الناس هذيك الصوره هذوك لي كومبورتمون راهم ياثروا على المجموعه تاعك. طاقه سلبيه. وقال لك علي قبيله صح البارح ولات تلعب هكذا كما يقولوا باللغه الاجنبيه لي سيمافور روح منا دير منا. لا وشنو هذا؟